السلام عليكم مشاهدين الكرام. يا ابن آدم، ما لك تأسف على مفقود لا يرده عليك الفوت، وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت. كان سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه البلاء كان من الأنبياء الأغنياء، قد آتاه الله عز وجل الأملاك الواسعة والأراضي الخصبة والصحة والمال وكثرة الأولاد، وكان عليه السلام شاكرا لأنعم الله عز وجل، مواسيا لعباد الله سبحانه، برا رحيما بالمساكين، يكفل الأيتام والأرامل، ويكرم الضيف ويصل المنقطع. فأصابه عليه السلام بلاء شديد وعناء عظيم، فقد قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فجاءت الشياطين إلى سيدنا أيوب عليه السلام وأحرقت أمواله وفتكت بأغنامه وإبله وعبيده وخربت أراضيه، فلما رأى سيدنا أيوب ما حل به لم يعترض على الله عز وجل، بل قال: لله ما أعطى ولله ما أخذ، فهو مالك الملك وله الحمد على كل حال. وحين مر عليه قومه قالوا: ما أصابه كل هذا إلا أنه ارتكب الذنوب العظيمة. فقال لهم أيوب عليه السلام: إن بي قلبا شاكرا وحامدا لله، وجسدا على البلاء صابرا. وعادت الشياطين إلى أفاعيلها وفسادها، فسلطت على أولاد سيدنا أيوب الذين كانوا في قصر أبيهم ينعمون برزق الله تعالى، فتزلزل القصر بهم حتى تصدعت جدرانه ووقعت حيطانه، وقتلوا جميعا ولم يبق منهم أحد. وبلغ سيدنا أيوب الخبر فبكى، لكنه لم يقابل المصيبة إلا بالصبر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد مات أولاده السبعة من الذكور ومثلهم من الإناث، وكثرت البلايا والأمراض على نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام، وذلك طيلة 18 سنة، وهو صابر محتسب يرجو الثواب من الله تعالى. وامتلأ إبليس وأعوانه غيظا مما صدر من سيدنا أيوب عليه السلام من صبر وتسليم لقضاء الله تعالى وقدره. وأصيب سيدنا أيوب عليه السلام بأمراض شديدة عديدة، حتى جفاه القريب والبعيد، ولم يبق معه إلا القلة القليلة، وزوجته تخدمه وتحسن إليه، ذاكرة فضله وإحسانه لها أيام الرخاء. فازداد غيظ الشيطان ولم يعرف ماذا يفعل، فقد يئس الشيطان من إغواء سيدنا أيوب عليه السلام. فكر الشيطان أن يملأ قلب امرأة أيوب عليه السلام باليأس، حتى ذهبت إلى زوجها وقالت له: حتى متى يعذبك الله؟ فأين المال والأولاد والصديق والرفيق؟ وأين شبابك وعزك القديم؟ لو دعوت الله عز وجل رحمك مما أنت فيه. فقال لها: كم لبثنا في الرخاء؟ فقالت: 80 سنة. فقال لها أيوب عليه السلام: إني لأستحي من الله أن أدعوه، وما مكثت في بلاء المدة التي مكثتها في رخائي. لقد بدأ إيمانك يضعف، وضاق بقضاء الله قلبك، فعودي إلى الله واستغفريه. وكان يزور أيوب عليه السلام 2 من المؤمنين، فارتد أحدهما وكفر، فسأل سيدنا أيوب عنه، فقيل له: وسوس إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء والصالحين، وأنك لست نبيا، فاعتقد ذلك. فحزن سيدنا أيوب عليه السلام لهذا الأمر، وتألم لارتداد صاحبه عن الإسلام، فدعا الله عز وجل أن يعافيه ويذهب عنه البلاء، كي لا يرتد أحد من المؤمنين بسبب طول بلائه. فنادى سيدنا أيوب ربه عز وجل متضرعا خاشعا متوسلا إليه سبحانه، قائلا: رب إني مسني الضر بمشقة وألم شديد في بدني، وأصبت في مالي وأهلي، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجاب الله عز وجل دعاء سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام، فرفع الله تعالى عن نبيه البلاء، وأوحى إليه أن يضرب الأرض برجله، فنبعت عينان يشرب من واحدة،
فيتعافى باطنه، ويغتسل بالأخرى فيتعافى ظاهره. قال الله سبحانه وتعالى: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وقد رفع الله سبحانه عن سيدنا أيوب البلاء والشدة، وكشف ما به من ضر رحمة منه تعالى ورأفة وإحسانا، وأذهب الله عنه ما كان يجده من الألم والأذى والسقم والمرض، وأبدله بعد ذلك صحة ظاهرة وباطنة وجمالا تاما. ولما اغتسل من هذا الماء المبارك أعاد الله عز وجل لحم أيوب وشعره على أحسن ما كان، وأنزل له ثوبين من السماء أبيضين، التحف بأحدهما من وسطه ووضع الآخر على كتفيه، ثم أقبل يمشي إلى منزله وأبطأ على زوجته حتى لقيته من دون أن تعرفه، فسلمت عليه وقالت: يرحمك الله، هل رأيت نبي الله المبتلى؟ وقد كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا، فوالله ما رأيت رجلا أشبه به منك. قال: أنا هو. ثم حدثت له معجزة عظيمة، إذ أرسل الله تعالى سحابة على قدر قواعد داره، فأمطرت 3 أيام بلياليها جرادا من ذهب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتفي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. وعن أبي عبد الله: أمطر الله عليه في داره فراشا من الذهب، وكان يجمعه، فإذا ذهب الريح منه بشيء عدا خلفه فرده، فقال له جبريل: ما تشبع يا أيوب؟ قال: ومن يشبع من رزق ربه وفضل الله. ولما رأى أيوب عليه السلام منظر الجراد وهو ينهال عليه من فوقه، جعل يلتقطه ويضعه في ثيابه، فناداه ذو الجلال من عليائه قائلا: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال أيوب عليه السلام، وإحسانه إليه بعد طول البلاء ومرارة العناء: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. فحب المتاع الدنيوي قضية مركوزة في النفوس. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. ورد الله إلى زوجة سيدنا أيوب عليه السلام شبابها ونضارتها، فولدت له 27 ذكرا عوضا عن الذين ماتوا قبل ذلك. يقول الله عز من قائل: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وجعل الله عز وجل قصة أيوب عليه السلام ذكرى للعابدين، تصبر من ابتلي في جسده أو ماله أو ولده، فله أسوة في نبي الله أيوب عليه السلام الذي ابتلاه الله عز وجل بما هو أعظم من ذلك، فصبر واحتسب حتى فرج الله تبارك وتعالى عنه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكركم مشاهدين بمشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع، والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد.